السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم، حلقه جديده من برنامج ايام الناس، ورمضان كريم عليكم وعلى عوائلكم. احنا اليوم متواجدين بعلوة جميله، راح نشوف الناس اللي جاي تعاني ما تعاني من ارتفاع اسعار المواد الغذائيه سيما النون المخضر وغيرها من المواد اللي موجوده بالعلوة، على اعتبار كيلو الطماطم اليوم والخيار والبصل بارتفاع من الاسعار مبالغ به جدا، والمواطن بين عنده بين ما عنده بين الدخل اليومي بين رعاية اجتماعية بين راتب تقاعد ما يكفي. فراح نشوف الناس، راح نشوف الأسعار، خليكم. الله يسعدك عمو. الله يسعدك. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم. ان شاء الله الاسلام ان شاء الله. جعلكم الله ان شاء الله من عواده. امين رب العالمين الجميع ان شاء الله. اجواء لطيفه. والله نعم الحمد لله. ايش عجب بالوضعيه مو مثل قبل الاجواء؟ يعني سابقا ذي السنوات يعني جاي نشوف سنه عن سنه بعض التقاليد بعض العادات بدات تنقض وتنتهي، مثلا يعني كان اللي يفطر او اللي يسوي فطور يدز جيرانه، هاي بدات تنقرض. صحيح. لو بعد لا لا تقريبا انقرضت يعني تقريبا انقرضت فقط هسه بس الثوابات الناس تدز ثوابات يعني اي بس يعني العادات والتقاليد بقت يعني كل جيل بجيله يعني هذا الجيل الجديد نعم ما تعرف على تقاليدنا بصوره صحيحه صحيح. ما تعرف لا من خلال مدارسنا ولا من خلال يعني ثقافتنا وين السبب؟ التربيه طبعا كلهم مشتركين بهاي القضيه يعني اي خلل يصير بالمجتمع يعني كل الناس المسؤولين هم مشتركين سواء من حوزات علميه من منبر حسيني من فضائيات من اساتذه جامعات وتدريسيين من مثقفين ونخب اعلاميه من عوام الناس كلهم يشتركون بهاي المسؤوليه بس كل من بحجم مسؤوليته وحجم يعني عمله يعني. اي صحيح يعني هاي القضيه يعني زين خلينا نسولف باجواء رمضان ما شاء الله جايب لبن اليوم لا ما حصلت لا لبن اليوم ايه لانه اليوم هذا الولد هادي صديقنا ما مفتح والناشف ما موجود هسه هذا العادي ب 1500 كنا ناخذه 750 كان بلف لا هسه هو الناشف ب 1000 هسه هسه الناشف ما موجود بالسوق يعني الناشف ما موجود لا ما موجود الاسعار رخيصه طبيعيه لا 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 مو رخيصه لا بشكل عام بالسوق كيف بشكل عام غذائيه اي يعني مثلا البوتيتا اليوم ب 1500 بمريد يعني يعني هنا جميله هم ب 1500 هم ب 1500 اي جميله هم لك وين الفرق؟ وبمريد ب 1500 بينما هي البوتيتا ارخص شيء بالعراق هي والطماطم اي فعلا طماطم ب 1000 اليوم الطماطم وصل قبل اسبوع الطماطم ب 1000 بس هاي القضيه هم تتحكم بها الدولار زين يعني ارتفاع سعر الدولار نعم. وهم تتحكم بها المنافذ اللي بالشمال بالشمال يعني احنا نسالهم يقولون ليش هاي القضيه يعني جميل نسالهم نعم يقولون المنافذ بالشمال ياخذ هسه اليوم اسالك عليهم ذول اثنين ياخذون يعني يعني جماعه الاقليم ياخذون تقريبا اثنين قمرق ياخذون من الحدود ياخذون ومن يطلعون ياخذون على الفواكه المستورده على كل شيء اها زين واذا عندهم هم مثلا من البصره مثلا في الشحنه لا ماكو يعني ماكو شغله قليله من الناقل تقريبا شبه انسدت الموانئ يقولون من الناقل زين بس هاي الشغل صار كله مننا على الاقليم زين باعتبار هاي التحالفات السياسيه والشغل بعد رئيس لازم يستفادون يعني لازم تستفاد يعني يقول اجيب تواقف تحالف شحنين بلاش اجيبكم لازم يستفاد والله خطير المواطن المواطن الى الله سبحانه وتعالى طيب. يعني الناس ثارت وماكو فايده من الثاره هم نفسهم تبنوا هالقضيه هم نفسهم ف يعني القضيه اكو ناس جاي تشتغل على الاسعار والا الاسعار ما مو هالشكل مو منطقيه لا لا مو منطقيه لا لا احنا كل سنه نعيش هذا تصير شويه صعود بالاسعار بس بالبدايه يعني وبعدين تنتهي القضيه يعني ما تتحول الى مثل ما يقول نوع من كسر عظم للناس كسر عظم هسه تعتبر كلش يعني اتمنى لك صيام مقبول ان شاء الله موفقين ان شاء الله ان شاء الله نشوفك من عوالي امين رب العالمين لكم ولجميع المسلمين ان شاء الله جزيلة. الله يحفظكم ان شاء الله الله يسعدك حبيبي شلونك الله يسعدك شلون اخبارك الله طبعا الزين مالتك مال حداد لا والله اشتغل بالجميله شغل جميله ايوه توك توك اشتغل تعب لا بس توك والله ستوته شلون شغل تعب خلينا نتمشى انا اشتغل تعبان كلش شلون من هنا والله من الصبح لحد الان يا كروت يا كرت العلم انا اخذيه راح من الوادي الستوتات ما شاء الله قاب عليكم انتم متكاتك الشغل بس لكم يا بس معقوله كروتين؟ صدق ما صدق بكيفك انت بعد لا انا مصدق والله العظيم كلامك اصدق شلون؟ اي والله راتب رعايه ماكو هاي منتهين ميامها زين يعني هسه كروتين 15000 15000 اليوم؟ وين اودي؟ ايش وقت طالع؟
طالع من السبعة لحد الآن. وبعدك لحد الآن؟ صايم هسه قوي جاي يشتغل أنا تدري؟ والله العظيم إن شاء الله عادي. المواد شلونها؟ بما أنه أنت يوميه 15 لازم كيلو طماطم 1500 هاي بوتيتا 1500 اي والله العظيم كيس لبن 1500 انت ذل 15 اهمال فطور رحمة الله عليك يعني وين توديها؟ وجايك السحب هسه السحب جاي اي والله العظيم ليش هم صاعده؟ السحب 27 كم امبير صح؟ 3 واضح 3 امبيره اي والله العظيم يعني هسه هذا شو شغل؟ شو شغل؟ هاي بركة وضوء بركة اي هاي شو شغل؟ شو شغل؟ الثلاجة ما تشتغل ما تشغل ثلاث امبيرات هنا وين اوديها؟ المنسحب ها؟ المنسحب شلون؟ بس على الضوء الموت من الحار رحم الوالدة لا بس انت لا ثلاجة مستخدمة لا مبرد اي شو تسوي؟ بس البنكة عمل بس البنكة شو تسوي؟ على مود جهال على مود والله العظيم على مود جهال يعني كم مالك؟ 84 يا سنة الزواج 17 2017 هاي الفترة يعني كلها ما متعين تعين ما تعين ما شنو تشتغل؟ تشتغل عماله تشتغل عماله وتزوجت ولحد الان راتب الرعايه ما عندك راتب رعايه ماكو ما تحس انه وازيت روحك نوعا ما؟ شلون؟ يعني بين الزواج وبين العيشه وبين الحياه والله العظيم صرت ما اريد اتزوج يعني انت ما اريد اتزوج بس هي مشكله هي شو مشكله؟ الزواج عليك عليك الراد وراك وراك اي الراد مو اي انت شاب وحلو عيونك خضر والله زوجة من وكيل الصغر هاي بعد ورطه لا لا الله يخليهم لك ان شاء الله كم طفل عندك؟ اثنين والله اثنين الله يخليهم هم مدارس؟ لا والله بعتهم بعتهم ما اي وعلي اتمنى لك التوفيق شلون شهر رمضان وياك؟ والله نعمة شغلك شلون؟ ماشي الحمد لله نقول زين على كل حال 15 على كل حال عندك وشاي وفطور واكس والعالم على كل حال وصحه وعافيه ايه؟ يعني هم ما نريد الناس تصير زناقي طبعا ما نريد هاي المليارات طبعا. المليارات مو زينه واحد يشيل واحد اهم شيء السقف عنده وعنده شاي وخبز ايوه يسوى الدنيا وصحه الحمد وعافيه الحمد لله والشكر شكرا جزيلا حبيبي شكرا جزيلا نعم مشاهدينا الكرام متواصلين احنا ان شاء الله قناه الايام ايش عندك حسين؟ شاي ليش يصعدون الزيت الفقير منين يجي؟ اها خطيه بيش اليوم بيش اليوم بثلاثة ونص زيت زيت البطل بثلاثة ونص؟ ايه نقلب بوزرين حتى الله ما يقلها نقلب بوزرين نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم من منطقة جميلة خليكم معنا مشاهدينا الكرام احنا الان نلتقي مع الصديق او احد المواطنين من اصحاب الصم والبكم لكن بنفس الوقت انه عنده رساله يريد يوصلها او عنده مناشده فلغه الجسد دائما ما انه تكون حاضره لكن اللي فهمته هسه بعد ما يكمل بلغه الجسد احكي المناشده مالتك حتى انا اترجمها زين تشتغل عماله اي عامل رعايه ما عندك زين من الصبح لليل حسب بس اللي يقول لك اها ماك شغل قاعد زين انت متزوج؟ ماك فلوس؟ ماك يومي عشرة زين الله يحفظك ان شاء الله الله يحفظك نعم مشاهدي الكرام يعني الاخ انا عرفت قصته يعني حتى من خلال زملاء اللي موجودين هنا انه الاخ هنا يناشد رئاسة الوزراء ويناشد الناس اصحاب المعنيين على اعتبار انه هو من ذوي الصم والبكم فبالتالي لا شغل لا تعيين لا راتب ومثل ما جاي يشوفون انه يقول اريد اتزوج ما عندي فلوس والوضع ما يعينه وما يسمح فبالتالي انه نتمنى الرساله تكون وصلت ووصلت للناس اللي معنيه شكرا جزيلا ان شاء الله وصلت شكرا الله يوفقك شلونك حبيبي؟ احنا يعني نقول رمضان كريم رمضان كريم شو فيك شو ضايج انت؟ اي والله ضايج على الوضع العالم كل شيء ما تعودت على الوضع؟ لا تعودنا بس احنا يعني شوف هسه هاي الحقوق حقوق الانسان مني يموت واحد زين يحسبون له راتب زين احنا هسه الدوله مالتنا المفروض من
تعدد يعني ميت محل محت... لا لا الميت محترم ما محترم من يموت تطيح حقوقه يعني من يموت هو هو اذا مات يحسبون له حقوق انت سبك ما يستشهد احسب له الشهر 500 300 كل مواطن واي عليه بعد ما حد بعد ما حد يدور تعيين ليش وش فايده الدوله المواطن حتى يطول راتب مطينا كل مواطن له راتب بعد بعد حتى شنو مني حاجتك انت لك راتب هو المواطن لك حصه مال نفط وغاز المواطن في يعني فايده الدوله حتى يطول راتب يعني حكومه صار لها قد هسه الانتخابات جاوبني بس جاوب نعم المواطن بشنو فايده الدوله حتى الدوله يعطونا راتب 500 انت تشتغل انا رجال كاسب بتكتك عامل اشتغل وانا من دو الشهداء عنده اخو شيء عنده اخو شيء اي من 2006 لحد الان اركض اركض حتى على النواب من كان المالكي يعني طلع لي ها استلمت المعامله معامله ماك انا ما مستان ما متعين كملتها لو ما كملت ماك ماك اي تعيين والله ما خليت مؤسسه ما رحت لها رح المؤسسه قال لي ماكو مؤسسه الشهداء نفسها ماك رعدت المؤسسه بس تابس بس صرف فلوس يعني سنساخات ومليت انا ما خليت نائب ما افتريت شو يقولوا له ماك والله ماك هسه احنا شو اسمه نستنى يوم 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 على مو شنو هاي الحكومه تشكل انت المعاناه مال المواطن ما كلها تعاني تعرف رحمه على والدك تعرف المواطن معاناته ما يحتاج احكي لك انت تمنه وبيه مو صحيح انا احكي لك على السياسي هاي المعاناه ولا تحكي لك الشعب ما يريد هذا اصغر واحد تعال انت عايش ولا مو عايش؟ ما عايش عايش مو تقول له فازلين لو لا ودعتك انا مو بالشارع ودعتك انا بالشارع خير اصبر لها بعد سنتين غير بعد وحق على تشكل لان العالم انحرفت نسوان انحرفت عنا الطريق ليش؟ عمي جوع جوع ما يرحم جوع. امير المؤمنين السلام عليكم يقول الفقر لو لرجل قتلته صح صح مو صحيح؟ يا اخي عطل الشعب بس احكي بعد تمام ما يعطيك قلبك احكي لي شغلك شلون؟ والله شغل تعبان انا هسه صايم والله شاهد طلعت هسه رحم الله والديك جميع وهسه 3000 دينار راح اجيب لبنات وارجع لبنات زاد طفل قبل شوي قال لي؟ ايه قال الزيت بثلاثة ونص قلت له الحل قال راح نقلب بازلين ها بالفونوس الطماطم بالفونوس شو اشتري على المعنى شو اشتري الله يتسخى من عندهم بالفونوس هذا الحكي ايش قصر له؟ ها هذا هو شو وقت صعد هذا الطماطم بالفونوس ها تونا 70 وجين هذا بس قال قبل يوم نفس السعر بارحة نفس السعر هذا والله مليني والله العظيم مليني عم بخليك تحكي انت راجع متقاعد 500 400 عمو فلان كذا طماطم احنا مو هادم عمي احنا مو احنا دايخين افتح الاستيراد بس هالدوله ما تشحر بينا والله صحيح ما عدا شوي حسين والله العظيم كلامك يعني بس بالبوم هاي شغلته زين عصابه حاطينها عصاباتي عصابه هذا المخضر المخضر ب 1000 ونص اليوم الخيار الزيت بيش 8 بيش بس احنا راح نروح طماطم هاي يعصب ما يكون هي ب 2000 ونص وين بعد تعود الخيار زين يعصب ما يكون انت نشتري هنا ناكلين انت قبل يوم ب 500 شو الموضوع؟ ما ادري شو ما كل حساب ما مراقبه ماكو والله ما مراقبه يا جماعه كيف هسه قبل مشات دوله مضبوطه واحد يتلعب زين هسه فوضى زين كل مليون كل مليون كيف يشتري بكيف هم كانوا الفلاحين شو يقولون سد الاستيراد خلينا نشتغل سدوا الاستيراد عمي قببوها الله يعينكم عمي قببوها الله يعينكم ان شاء الله الله يعينكم هسه راح تاخذ بعد لبن لبن وخيار راح تفطر ما اخذ فطور ما اخذ فطور ما اخذ والله ما عندي والله ايش ما اخذ شوف ايش ما اخذ شو اسوي؟ شجي عم الله يخليكم ان شاء الله والله العظيم مشاهدينا الكرام يعني بالقران الكريم ما يعني وضع ما يقبل به لا رب العالمين ولا عباد حجينا الله يساعدك شلونك عمو يعني ترى لا الاسعار منطقيه ولا الوضع منطقي هسه احد الناس هنا المواطنين راد يسوق كيلو طماطم ب 1000 ونص ولا 1000 ونص واحد يحكي مالت الله عمو لا بالسوق انا هسه للتشتري ما عندي بيتي لا طماطم ولا بيتي الله اكبر حسين ابو عبد الله الله اكبر ما شاء الله شلون هسه دا عم لك اللي ب 1000 ونص كيلو خيار ب 1000 ونص ما شاء الله شلون كيلو بتيته ب 1000 وربع وهاي الناس جاي تشتري العده يشتري عمي العده ما له شغله بالمعده شلون راح تفطر العالم؟ هاي طبنا مرة لا محشوم انا عندي رعايه هسه اكلت في خدمه مالت الله والرعايه قبل الرعايه انا شعبان ورجب صايد ما اكل مثل اكل الناس هاي الاوادم ليش؟ ما عندي عايش على الرعايه لما تجي الرعايه عود اكل وقد الرعايه 170 250 كل شهر؟ ايه وين تكفي يا حاج؟ ان شاء الله شلون غير كيلو ب 1000 ونص يعني هاي ما تمشي سبع ايام عايش اكو بلد النهرين بلد الخيرين
شرفك يعيش على رعاية. خيرنا الغيرنا. مش ما وين صايرة؟ يجوز حجة اليوم ماخذ رعاية. وين صايرة بلد النهرين؟ الولد وغيره ناس صار سنوات تركض على الرعاية ما محصلة شيء. يا خالي. يذلون المواطن يذلوك ذيل يحبوك حليل. أنا عمري وما محصلة. شوف تعال هنا. بلد بلد خيرات. بحبك وبختك أنا عايش على الرعاية وعندي عائلة زين. هاي وين صايرة؟ وين النفوط؟ وين خيرات العراق؟ زين كل المواد هسه من غير بلد يجي نادى يريد يعيش هنا عندنا هنا من وين؟ من غير بلد اي صحيح يجي هنا يشتغل وحتى بلد خير واحنا ومن البلد ما عايش زين ما عايش براسه اي صحيح الله كريم الله كريم شكرا جزيلا يا ابو مشاهدينا الكرام يعني بالله الكريم والله العظيم حيره يعني لا عنده رعايه مرتاح لا ما عنده رعايه مرتاح الاسعار نار الوضع منتهي الشباب المواطنين والله ما ادري يعني وصلتوا الناس لدرجه من الياس والبؤس عيب والله عيب عيب نطلع احنا كعراقيين بهاي الصوره امام العرب امام الدول البقيه لان هسه احنا اذا نعد العراق ونعد خيراته والله العظيم نصبح نحكي بس شنو الفائده انت من تجي لواقعنا هذا الواقع انا عديت تكتك من الواقع ايه. شنو تكتك انا تكتك قالوا لي دق ارقام دقيت رقم 550,000 رحت ارضي طب الزيونه يقول لي والله ممنوع اقول له ليش طيب السنوية يقول لي والله ممنوع ليش ممنوع يقول لي ممنوع هاي يعني هو ما اعترف بالسنوية يعني ابو المرور هو اللي جابر على الترقيم وماخذ من يمه 500,000 وبالتالي مدخليها هي تكتك مدخليها بعلم الحكومه ومن توصل للسيطرات يقول لك ممنوع يقول لي والله ممنوع اعطيته سنه وهاي سنه ويا مات وانا سنه وانت جوز ما عندك سنه ويا انت هاي سنه ويا مات هاي سنه ويا التكاتب هاي سنه ويا مات تكتب وهذا الرقم من جوجلي ورا ليش تكلفك الرقم 550,000 وسويته بالحسينيه مره هسه اصوليه هاي هاي اصوليه شوفها قدامك هاي اصولي اصولي الله يسلمك اي سويته بالحسينيه مال راجدي حاله حال السياره حاله حال السياره حاله حال السياره حاله حال السياره قال لي والله ممنوع اقول له ليش يقول لي والله ممنوع فرا ورجع ذاك اليوم والله واحد ضربني بالجام يقول لي فرا ورجع مرور ايوه مو مرور الحرس حرس اي والله ليش ما يقول لي فرا ورجع هاي مشكلته وانت ما فريته ورجع اي فريته ورجع ايش اسوي له الله يكون يعني شنو تكذبون علي انا اللي وين هاي الحال والله والله هاي رمضان احنا هسه يوم ويا طي مصرف لي بيتاني يعني شلون احنا ما نشتغل لا ما نشتغل لا بالمرور ضدك لا والله ما اقدر اطلع شارع فلسطين ما اقدر اطلع لاي مكان ما اقدر بس محصور بالمدينه الله يعينك ويوم ويا اردون مصرف البيت 15,000 20,000 يعني انا ما اجيب شيء صاير بك شو سوى هاي شو وقت تتزوج وعلي هاي ما لحق شو سوى والله كريم يلا الله كريم الله كريم شكرا جزيلا نعم مشاهد كرام جدك مناشده؟ ايه بس خيسوي الدخول شامل يعني هسه المدرسه شادين زين ابو الخصوص يريد مليون انا منين اجيب له مليون؟ ابو الخصوص يريد مليون؟ ايه يريد مليون وانا طالب ثالث اريد مليون دخول مو يعني شامل ليش ما تقرا؟ ليش ما تقرا؟ طبعا تقرا صايم وتقرا برمضان ليش ما تقرا؟ صايم ونقرا برمضان الدنيا مواد صعبة شامل لا ياجل المدرسه مواد صعبة ما تقدر تقراها انت وحدك المناهج المدرس يفهمك ما معقول انت تفتهم كتاب احياء 10 فصل لوحدك ما يفتهم اي ثالث زين شيء الا لازم تسوي دخول شامل زين كتابين مو كتاب واحد اربع فصل كتابين يعني كل ماده كتابين انا شويه مناهجكم ناسيها بما انه المناهج كلها تغيرت يعني كل منهج كتابين لان وزاره المناهج الجديده هاي السنه اي كورسات اي اي كورسات لا احنا وزاره مو كورسات ومو داوم يعني ما داوم يوم لو لا احكي المناهج 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 فيزياء إرادها شرح الكيمياء شرح رياضة يعني المدرسين شنو دورهم؟ حتى إسلامية شرح شنو دورهم؟ ما يوصل لك 60 طالب قاعدين بصف واحد يعني ايش تريد؟ تفتهم؟ ما توصل الفكرة؟ ما توصل غير 60 طالب والحل شنو؟ ما في حل لو دخول شامل لو يجي المدرسة بعد رمضان لأن طالب يعني يجي تعبان باله مو ويا من المعلم دايخ لا صوم افطر ها؟ لا صوم افطر شلون يفطر؟ يعني هو عنده طاقة يصوم بس يا ستم وجاي يقول لك أنا هم ملتزم بأوقات زمنية محددة ومنهاج سنوي لازم امشي عليها اي بس يعني وقتهم برمضان حسيت كطالب صايم باقي الطلبه كلها صايم كلها صايمه كل الموظفين صايمين بس وين فايده صالي عوف هسه الصيام على صفحه هسه تعبت من الصيام على الدخول الشامل الدخول الشامل انت اي الدخول الشامل ملحق ملحق طلبه ما يلحق يعني المدرس لازم تختم لك الاستاذ ما جاي يكمل منهاجه ما جاي ما يلحق ما يلحق ست شعب مدرس واحد وين يلحق فعلا فعلا الله يكون بعونكم نعم مشاهدينا الكرام يعني هاي شفتوا يعني لا بالرعايه مرتاح ولا طلبتنا الاعزاء مرتاحين واصلين المرحله خصوصا انه ذوي الشهداء مثل ما قال اخوي يعني ذوي الشهداء ناس تنتظر صار سنوات واحنا من نشوف
الهوية وجاي نشوف التعليمات انه الأولوية الأولوية ذوي الشهداء والتعيينات وغيرها، وبالتالي الناس صار 10 سنوات و11 سنة تنتظر هذا الحق، وهذا الحق ما جاي يحصلونه، وهي الناس شغري عاد حقك الشمتي. هسه هذا ابو المدرسة يريد الدخول او يريد شوية التسهيلات على اعتبار انه 60 طالب بالصف الواحد، شلون توصل المادة؟ هو حقه، المدرس حقه، الغير الحجي وغيره وغيره، ابو الرعاية وابو ذوي الشهداء، يعني تريد لك واحد بهذا البلد ماخذ حقه مرتاح؟ لا بالله الكريم ما يعني، باستثناء اذا اريد اخليهم بين قوسين ال 56 هذول اللي يعرفون انه هاي الدروب العوجه الاشياء المو زينه، يعني العالم اللي طلعت عن طريق بس هم بعدين هم يوقع بيها. بالتالي احنا متواصلين وياكم ونتمنى انه شهر خير وبركه على جميع العراقيين، وقلها الناس تتعرض بهذا الشهر. متواصلين وياكم، خليكم وياكم. الله يساعدك حبيبي، يساعد بخير، رمضان كريم، بيع بيع ورجع على راحتك. شلونك؟ 17 صار عندك؟ انا طلبك ربع هاي، روح طلب ربع، لا روح روح طلب ربع ولا طلبك ربع؟ روح لا طلبه. شلونك زين؟ الله يحفظك. شلونك؟ شنو شو الخيار ب 1000 ونص؟ العالم راح تطلع مظاهرات عليك. والله حجي خيار 1000 ونص، اسود 1000 ونص، طماطه 1000 ونص، تونا سويناها 1000 وربع. ليش؟ مشتراها 1000 وربع. ليش؟ ليش الخيار 1000 ونص؟ الله ويكم كيف؟ انا جاي اسال ليش؟ بالعلوه غالي. بالعلوه غالي؟ ايه اليوم يعني يوم بيش اشتريته؟ اشتريته اشترينا بلف وكذا. هاي اسعار الجملة اليوم؟ اي سعر اليوم؟ شنو باقي له هاي؟ هاي باقي له؟ باقي له؟ لا اي باقي له هاي. باقي له الخيار وين؟ شوف الخيار. 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 المبلغ الكلي. الخيار 900. ايه. قطعة وعمولة. ايه. المبلغ الكلي. يصير عليك 1150. هذا المبلغ الكلي؟ لا هذا المبلغ الكلي. ايه هنا السعر. السعر. سعر 2 ونص. 8 ونص. قطعتين. ايه. بيش صايرات؟ 61 62 يعني. يعني 6 كيلو بيش منها ما ادري شو هاي الهوسه يعني، المشاهدين الكرام اذا تشوفوها ما تبين يعني ما واضح. يعني تريد بس الكيلو هسه بيت جاي يطلع عندك. هسه طلع لك اياه عندي بيش. كسر بجمع؟ ايه كسر بجمع. هذا الاسعار من شو وقت بدات ترتفع؟ اما صار له شهر قعدنا بنشغل 15 يوم عبانا تحسن الاسعار نفس الوضعيه. صار له شهر. اي هسه الناس تلومك فيها. لا تعرف الوادي. تعرف العالم. لا تعرف لمن يصير رخيص نبيع 3 بل. يبيعون 3 بل. اي. بيت شلون الاسعار؟ 62 كيلو 6 2 تقسيم. هسه احنا اليوم وريتها بدي يعني على هسه على 1000. على 1000. اي 62 ب 62. علي من؟ على 1000 الكيلو؟ اي على 1000 مشتراه؟ اي من غير حمولته؟ من غير عمالته، من غير قراجيته، من غير الجماعه ياخذون 20000 اسبوعيا، من غير الكهرباء، يعني من غير العامل 20000. يعني هسه سعره منطقي 1000 ونص. اي ربحك على الكيلو 500. 500 منطقي؟ منطقي طبعا منطقي. سني ليش منطقي؟ ليش هو هوايه 500. تسع عندك الباقي له مشتراه 300 دينار جاي بيها ب 500. 310 دنانير جاي بيها ب 500. 190 دينار بيها. خير من الله الكل. زين بس الخيار 1000 ونص يعني دقة ميزان، إذا خيارة تروح عندك وحدة دقة ميزان، دقة ميزان تخسر؟ ها؟ تخسر؟ إيه تخسر. والله زين هسه هاي الناس حقها مو حقها من جاي، هواي ناس ما اشترت مثل ما هم يعني هسه هواي ناس ثياب هنا ما اشترت. اي ما اشترت. اي ما اشتري طبعا، وانا مو من صالح اذا ما يشترون. اي فعلا هم تتضرر لان انا جايب هسه قطعتين خيار من البارحة لحد الان، كنت انا بينما اجيب 12 خيار ما يبغون هيك وقت. ما يبغون. اي انسان يبيع. اي وبيه الرزق خير من الله. هسه هو شنو اللي ارتفع غير الخيار؟ اسود. طماطه همين؟ اسود. اسود بيش صار؟ اسود علي هسه ب 1200. ب 1200؟ اي. تبيعه بيش؟ مشتراه 1000 الا 25 قطعه وعموله. بيش بيعه؟ ابيعه 1000 ونص. بيعه 1000 ونص؟ اي. وب 1200؟ اي. طماطه 1000 وربع ابيعها 1000 وربع. بفلوسه؟ اي والله. ليش؟ على مود تمشي السلعه والواد مهم يعني مصيبه. يعني هسه اذا جاي نشوف مثل ما جاي نشوف المشاهدين هسه احنا خوش شوف العين شفناها. والاسعار هي هاي يعني ابو المفرد جاي يجيب من الجمله غالي وبالتالي جاي يطلع الضرر يقع عليه وعلى المشتري، يعني المواطن يوم من يريد يشتري يشوفه غالي وبالتالي الاخ هو يريد يبيع بس هي ما تصرف، يعني الطماطه ب 1000 وربع وجاي تبيعها بيش؟ ب 1000 وربع. 1000 وربع والله هسه 1300 طماطه وبيع ب 1000 وربع. خوش هسه حاليا ب 1300 رحت على الايرانيه لقيتها مجعصه وضاربه وما ادري شنو، يريدها عود مراعيني ب 1000 ياخذ قطعه 1000
يطلع ب 1100، تجيب لك معينه 3 كيلوات 4 كيلوات يطلع لك تقريبا 1300 الكيلو، اذا تبيعها ب 1500 مصر. والله حقكم، والله حقكم. ذني المستوردات هيج غاليات؟ اي لو العراقي لا 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 لا. العراقي هم غالي، العراقي كله بالعكس، العراق اغلى، العراق اغلى. اي مو السلعه مو نظيفه بالنسبه للطماطه تعبانه مال البصره العراقيه. اي الكيلو ب 900 دينار، يعني اذا تريد تجيبه هنا تبيعه لقط تطلع لك الكيلو ب 1500 مشتراه. مشتراه اي ليش تبيعه؟ يعني هو ب 900 بس يوصل عليك 1500، لان بيتلف هواي. صحيح. مصرفه بصل ليش؟ بصل بصل مشتري بربع. والمتي بتيته ألف مشتراه. ألف مشتراه؟ اي ابي ألف. هاي شوف هاي تعبانه والله العظيم. البصل اشتري بربع ابيعه ب 500. البصل اي زين. تفاح مشتري 5.5 ابيعه 750. لا ايراني. ايراني؟ اي. وهذا الليمون؟ هذا الليمون ايراني. وهذا هاي سوري. سوري دن غاليات ورخيصات. هذا بيش كيلو زين احسن من العراق. بيش كيلو هسه انا جاي ابيعه 750. والليمون 750 3 ب 2000، يعني 650 دينار. والله مخربان ايش حاله مسوي روح علي مولاي. حتى مولاي لا مو احنا، مو احنا نبيع لقط وشنو هاي باقي العزاله. ها والله يلا خير ان شاء الله. اتمنى لك رمضان كريم. نعم مشاهدي الكرام. كيف يعني السلعه ما ترخص؟ احنا هسه صحيح نروح ننظر للصبح ننظر للعصر. صحيح على ما نشوف بلك الله ترخص. كيلوين اسود 3000 و2.5 بوتيته 4.5 5.5. شكرا جزيلا حبيبي. اهلا وسهلا كل اهل. نعم مشاهدينا الكرام احنا بالتالي نتمنى هاي الازمه تحل باقرب وقت، سيما انه جشع التجار احنا نعرفه مو غريبين عليه، يستغلون هيك مناسبات، يستغلون شهر رمضان وشهر محرم، فبالتالي هم كيفهم يتلاعبون بالاسعار. واحنا سبق وان شاهدنا هذه الامور حدثت مع الناس سابقا، وليش سابقا بالفتره الحاليه اللي جاي نعيشه سعر الزيت وباقي المواد الغذائيه دائما ما ترتفع في شهر رمضان المحرم، عفوا شهر رمضان الكريم المبارك، فبالتالي الناس يعني جاي يستغلوهم بطريقه او باخرى، والمتضرر الوحيد هو المواطن. متواصلين وياكم، خليكم معنا. شلونك حبيبي؟ هلا اخوي الله يسعدك. شلونك؟ شلون اخبارك؟ شلون افيدك والله؟ مو تعبان قاعد بالاجار. اصل تعبان شبيك تعبان؟ من وين الاجار والله؟ قاعد بالاجار بالحميديه امور تعبانه كلش، ضرب بالفجار وما عدت فجاه اسوي معامله مالتي. معامله مالتي؟ ما ظهر هاب. تعال ليش؟ وين انضربت؟ مو مريدي. وين اصابتك؟ هذا برجلي. نسبه العجز ايش قد عندك؟ العجز ما بعد ما محاولين هناك ما يعني لحد الان ما تعرف نسبه العجز ايش قد؟ شلون جاي تريد تاخذ الراتب اصلا؟ لا هم حالوا هناك. ها؟ غير تكمل معاملتك حتى تروح؟ ها هناك فلوس ما عاد راجع بيها. فلوس ما عندك راجع بيها؟ اي والله قاعد بلا جاي. ايش لك؟ هو هذا هيك 400 500. تراجع ب 400 و500؟ اي والله. اي والله حقك الدوار هيك فلوس يلا يا رب. انا قاعد بلا جاي الدعاية بركبته الجهال عندي. شو اشتغل؟ بعربانه والله هاي عربانه. ها؟ تشتغل بعربانه؟ اي والله بعربانه قاعد بلا جاي من عايدتي وجهالي. ايش ساعات هذي شغلك؟ اجيب الستة مرات اجيب 7:30 صبح. اي هاي مصطفى اللي جاب حصل 5000 من الطين. يوم 5000؟ ها من الطين. بس راح ترجع هسه؟ هو رجع ب 750. هسه انت المواطن يعني الاخ هنا بجيبه 6000 وربع. اليوم حصلها. صايم؟ ها؟ صايم؟ اي صايم الحمد لله. انت والاهل. انت والاهل. هلا اي انا. يعني ما باقى على الفطور نصف ساعة تقريبا. اه شو؟ او ساعة. ايوه من الطين دين. شو وقت راح تروح هسه؟ اي بدخل عرباني واروح. كروتك بيش من هال بيتك؟ من 750 وزن 750. هاي الف ونص. ومنك 1000 دينار دبلي بالباب. يعني هسه هاي الف وربع طارت. تبقى لك 5 ايش راح تاخذ بيهم؟ ما ادري والله بفكر بيهم والله. هسه الخيار 1500 تاخذ لك خياره واحده؟ لا وين معك. والله لا بعد لا نشتري هيك يلا ما ترهم. ما ترهم. تصير مثل باقي الناس، هم نتسوق الكيلو مشكل. هي طماطه هي باذنجان هي نعم جار 150 من الطيب جار رجيم بعد هي بد مره هم اكل صحي وكذا ترهم؟ لا ما ترهم لا صدق والله هسه تحتاجه شنو؟ تحتاجه شنو؟
والله بكيفك. لا مناشده يعني معاملتك وين؟ توجه خطابك، توجه رسالتك، وين واقفه قضيتك؟ هاي انا ظهر بس بعد ما مراجع بيها. اي بس فلوس ما عندي. انت ايش فلوس؟ فلوس بقي 300 400. 300 400 تراجع بيها. ايوه. شكرا جزيلا ان شاء الله. شكرا جزيلا. شوف باوع انت شو اسمك هسه زغيرون؟ حسون. حسون؟ انت قلت لي نقلب فازلين. جاي شوف الوضع خاف باكر عقبه تكبر وتتزوج. اذا ما متعين واذا ما عندك عماره اذا تتزوج اموتك تموت. خاف هسه تقلب فازلين ترى هناك بعدين تاكل تراب. واضح؟ صدق تحكي. هسه انا اشتغل بعربانه. ايه؟ يومي احصل 4000 لو 5000. اي زين. شارع النجده نام. والرجال هم يشتغل بشارع النجده. رجال وياك؟ اي وياي هنا اشتغل. تشتغل بعربانه؟ ايه. بس ما مبين يعني صغير من بعدك وينك وين العربانه؟ اي اشتغل على شو اسوي؟ عمل عين اهلي. تعين اهلك؟ من ناس تعين اهلك؟ على ابويا كلهن. اه كم اخ عندك؟ عندي خمس. خمس اخوان؟ الله يخليهم. واحد ميت. الله يرحمه. والمدرسه شنو موضوعها؟ والله ما مسجل. ما مسجل؟ اه. بطلت؟ بطلت ايه. على مود الشغل؟ اي والله. اه. عين ابوي ليش ما عينه؟ وين قاعدين؟ هناك. جميل. اشتغلت حلاق. بطل من العلاق. اشتغل حلاق؟ ايه اول. ما شاء الله. والله. اشتغلت حلاق واشتغلت واشتريت بالمجار وكل شيء اشتغلت. كل شيء اشتغلت بهذا العمر؟ والله. الله العظيم يعني شوفوهم هاي الابطال. هاي الزلم المعدل اللي نريد نقولها مذول اهل الغير. هذا الطفل قد عمره حسون؟ 14 سنة. 14 سنة ومشتغل حلاق ومشتغل حمال وبعد ايش مشتغل؟ بالمجار وكل شيء. بالمجاري؟ كل شيء اشتغلت. وحتى من يحكي معدل تندرس السوالف. بعت بعت ماي بارد، مسحت جام، بعت ابو تشيش هنا، كل شيء بعت. كلها؟ كلها بعت. صرت طفولتك ما عشتها؟ ما عشتها، ما رايح. ها؟ وانا متونس ولا مقابل العربانه ومقابل بس العربانه. بس سبع. والله العظيم سبع وعجبتني. فين ابو تشيش؟ لا. هذا ابو تشيش ليش مخرمش؟ تعالك هواي. ها؟ الله يحفظك ان شاء الله حبيبي. هسه انا جاعت البيت مدرسه وفلوس ما عندني. اه صدق؟ والله. تصير مثل حسوني. اي والله. يلا. نعم مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم. خليكم. عجينا قواك الله. رمضان كريم علينا وعليك. شلونك؟ زين. شلون يعرفوا الرقيه حلوه ولا مو حلوه؟ نعرفها لان احنا المصلحه. هسه علمنا. احنا من زمان مطبتها من شكل مالها. اي هسه هاي طبتها شنو؟ حلو خوش رقيه. وهاي؟ دخلت ارباعي مو خليها. نفس الشيء؟ نعم. اه شلون يعني اذا طبتها قويه ايش تعتبر؟ طبه قويه. بس دير لوجهك انا. طبه قويه. معناته شلون الرقيه يعني تازي. زين. نعم. وذا طبتها ترى راخيه شويه يصير فيها شلون اللحوك من جوا اي والله بس ما بيش ما بيش نعم تنوكل تنوكل اي وحلو واحلى من هاي اقول لك شلون يصير شلون يصير فيها لحوك شلون يصير بعد احلى زين سولف لي الاسعار والله الاسعار مرتفعه ما الرقي نعم كل الاسعار مو بس الرقي هسه انت بما انه الرقي شغلك اختصاصك لا والله بالنسبه للرقي صاعد معلق كلش اه والله يعني قبل رمضان الحقه ب 1500 وهسه هسه الحقه من 3 ل 4 ايام ثلاثة شو وقت بدا هذا الارتفاع؟ والله بداية رمضان، أول يوم رمضان أول يوم رمضان هاي هذا جشع تجار يعتبر؟ نعم أكيد يعني هم التجار بكيفهم؟ نعم أكيد هم بكيفهم يساعدون نعم زين استغلال؟ لا مو استغلال هسه احنا نقول على بالنسبة نقول لك على الرقي من هناك يصعد للحدود من هناك يصعد يوميا يعني كل يوم عن يوم يصعد 50,000 من هناك 50,000 جماعة هم يوصلهم هم يصعدون هم تقريبا يوصل 100 تقريبا نعم حدود ال 100 اكيد الله يكون بعون المواطن هم اكو ناس ما جاي تشتغل حصل عليها الرقي يذبون اللوم علينا احنا عبالهم احنا نصعده صحيح الله شاهد وهذا اللي شفته هسه اكيد احنا مو احنا ولا حطينا هذول المساكين الله احنا لا علينا بالعكس احنا جايين نسال وين الناس وانتم ما تبيعون افضل الكرة قسما بذات الله على 100 دينار وما تجي ما تجي والله قسما بذات الله ها. الله شاهد يعني هسه اليوم بهذا التوقيت الطن ب 600 الطن ب 600 يعني الحقيقه من قاعد تطلع هي ب 2.5 زين هذا جاي يبيع ب 2.5 هذا مشترى مال البارحه الطن ب 500 البارحه اشتريته قاعد يبيع ب 2.5 اليوم لو مشتري مشترى اليوم الطن ب 600 ما اقدر ابيعه ب 2.5 ب 3 صار نعم هذا هسه غيره لقيته ب 3 الحقيقه
شوف مشترى اليوم باع شاتي، هذا مشترى البارحة طن ب500 ومصرفه أبيع ب2.5 والله ما يصرف. اليوم الحقه ب3، اليوم الحقه ب3، لين البارحة مشتري طن ب500 أبيع ب2.5، بس لو مشتري اليوم أبيع ب3، ما يصرف. الله يرزقك ان شاء الله ويزيدك، واتمنى لك التوفيق حبيبي للجميع ان شاء الله. عزيزي انا بدي اسالك سؤال، بما انه هسه اشتريت رقي اخذ رجع بيع لي، ليش لقيت بهالقيمة اليوم؟ لقيت ب3 ولقيت ب2.5. اي مال سوق مسواق اليوم؟ اي مال اليوم. مال البارحة هسه اليوم زيت عليه ب2.5. هو قبل يوم كان ب2000 ويوم عن يوم هسه حشالي قبل كان ب1.5، قال يوم عن يوم تفاجئت بيه ب3، بس هو لقيته يبيع ب2.5. وانت ليه تبيع ب2.5 اخذته منه؟ اي طبعا هم فرق اللي بدينارس فيها ما. والله خطيه ما عندها. اي طبعا خطيه وياك عالم ما عندها. عالم هسه خيار ما اخذ. هي شنو خيار؟ هي لا البوتيتا صاعده، الطماطه صاعده، كل شيء صاعد، مو بس الرقي، يعني خليها ببالك. اي وكو عالم ما عندها قوتها يومي تشتغل عماله ب 15 20 دينار، وين توديها؟ زين؟ تكون بعونهم شهر رمضان يعني. طبعا هذا شهر رمضان بس الله موجود. آمنت بالله. أريد الله يحفظك. الله يسلمك. يستر عليك إن شاء الله. على والديك. رمضان كريم عليك وعلى عائلتك. الله يخليك علينا وعليك. شلون؟ هم ماذا بشهر رمضان يخلونه؟ فوق ما ينصون يخلونه. أنت ابن باسل. أنت راح تكبر وهاي التفاصيل كلها تعرفها. وراح تعرف التجار وشغلتهم. الله يحفظك الوالدة. صار لي 8 سنين ما اشتغل بالرقي. يلا إن شاء الله من تكبر تصير تاجر وتقلل الأسعار، مو تعلي الأسعار. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام. وصلنا وياكم لختام الحلقة، قدر الإمكان شفنا الأسعار، شفنا المشاكل، شفنا المعاناة اللي يعيشها الشاب الشايب الطفل اللي شفتوهم هالسنة، الأطفال جاي تعيش معاناة ما بعدها معاناة. قبل لا أختم خلينا نشوف الرقي، هاي حمرة. هذا رقي وحلو. حلو. إيه بس الأسعار مرتفعة. هاي مو يعني كل رمضان، كل رمضان الأسعار ترتفع. كل رمضان. كل رمضان نعم، كل بداية رمضان كله يرتفع. كله يرتفع. شنو لا هي هي لا التجار اي يعني ناس لا تخاف الله ولا يعني بالعكس هذا شهر رمضان هذا شهر وانت طاعم والدليل هسه انت تقول البارحه سعر البارحه مو مثل اليوم يعني والبارحه مو مثل اليوم والله يعني شوف انا اريد اشتغل عالم احسبه شلون مشتري اليوم احسبه ب 600 مشتري تخاف الله بس انت تقدر والله تقدر هم تبيع بيت لازم وقال وتقول لهم مسواق اليوم اي والله بس اكو ضمير هنا والله ما نسوي احنا هذا شاهد الله يحفظكم ان شاء الله بس بينا وما رجعنا الشاهد والله العظيم يعني اكو جماعه يجوني تقبل حسين جو سعرها اعطيها له اعطيها له قاعد هذا شهر تلقاه عد ربه وحق الحسين كبيره كبيره يلا يحفظها له كبيره عد ربه عزيز احنا شو والله كش ما اريد هم زين احنا ما نريد شيء هسه من الدوله بس خلي يعفونا مثل بهانا نشتغل سعنا سعنا بالشارع ما خلصاني دوله اذا ما تستفيد منك ما لازم تستفاد منك والله اول تباحه قصونا وصل هنا هذا ماليش وصل مرور مرور؟ اي لين واقف؟ اي نعم مخالف ايوه هو الشارع هسه معروف كله محلات وايد حتى هنا التنابر والبسطيات موجود لا رحنا قالوا اذا ما تدفعها هسه تضاعف عليك ووصل ب 50 اذا تدفع نفس اليوم ثلاث ايام لك اذا ما تدفع ثلاث ايام يضاعف عليك 50000 واذا يبقى شهر 100000 رحت انا دفعتها 25000 وانت ممنوع والله دفعتها وانا ممنوع وايد تبقى هنا اي والله بالله الله يكون بعونكم يلا رمضان كريم علينا وعليك ان شاء الله نشوفكم برمضان الجاي طيبين وسالمين الله يسلمك شكرا جزيلا بس اللقاء وياكم كل اشكال الله يسلمك الله يسلمك حياتي كل القلب واجبنا الله يخليك واجبنا شكرا جزيلا نعم مشاهدي الكرام احنا كل اللي نحتاجه خصه بهاي الفتره مخافه رب العالمين الله بارك الله جزاك الله خير الله يسلمك ان شاء الله يسلمك مخافه رب العالمين ما تبقى هيك ان شاء الله ربك ذا ارحم الراحمين ويحتاج لنا هذا الشهر هذا طاعه الله ورسوله الرحمة والسلام هي فوق الفوق ونويكم إن شاء الله الحمد لله جميل. عليكم السلام والعافية للمتقين إن شاء الله يا ربي إن شاء الله يحفظكم أنتم وعلي ونويكم فدول عمرك إن شاء الله الحسين والفاضل والأنبياء كلها تفرحهم لها العالم المساكين إن شاء الله إن شاء الله وأشوفكم بخير من حلقك للسماء إن شاء الله صلاة على محمد وعلى اللهم صل على محمد وعلى السلام والكلام هو اختصار بالله هو الرحمن الرحيم الله يحفظك يحفظكم ويحفظنا وياكم بدول عمرك ان شاء الله اشوفكم بخير الله يسلمك يا ابو شكرا جزيلا الله يسلمك نعم مشاهدينا الكرام احنا والله العظيم كل اللي نحتاجه مخافه رب العالمين والناس شويه تنتبه وتعمل وتحاسب ضميرها يعني التجار الله الله بالعالم يعني شهر رمضان الكريم الناس تتعب فيه الناس تتلاحم فيه الناس تتالف فيه مو تستغل وتطمع وتشجع تحلب المواطن حلب هاي الناس ما عدت ابو القوت اليومي هذا ما عنده
مصرف، هذا اللي يومه محدود قوته، يعني يوميته 5000 و6000، خلوه ياخذ كيلو طماطه كيلو خيار، ليش تخلوه بحسرتهن حتى يفطر؟ عاد بس هذا الشهر يعني مشوه للناس، هسه ما يصير يعني التجار بصفحه، الدوله بصفحه، السله الغذائيه بصفحه، الحصه التموينيه بصفحه، وهاي المواطن كل اللي يتحمل. والله العظيم حق المواطن يعني مرات خلي احكيها بين قوسين وبالدارج يطلع عن طوره، لان هاي الضغوطات يعني تخليه ما تخلي عنده عقل، تخليه يتصرف باللاوعي. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كادر عمل برنامج ايام الناس، الى اللقاء.